مع الحرص السعودي على الحد من اتساع رقعات الصراع في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية وانعكاسات الدخول في مواجهة إقليمية، جاء تصعيد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عبر دعوته الدول الإسلامية فرض حصار نفطي على الاحتلال. فهل تستجيب المملكة لدعوة الأخير؟ أتقوم الرياض بحياكة خطة لقلب الموازين في حال أثمر التعاون السعودي الإيراني بالضغط على حكومة الكيان لوقف التمادي باختراق القانون الدولي الإنساني؟ وماذا عن تكبيل يدين الولايات المتحدة الداعمة الأولى وصاحبة الضوء الأخضر؟ وفقاً لصحيفة سبوتنيك، أشار عبد اللهيان أن إيران والسعودية متفقتان على ضرورة وقف جرائم الحرب ضد المدنيين وفتح المعابر ووقف تهجير سكان القطاع. وبناء عليه دعا عبد اللهيان الدول الإسلامية إلى فرض حظر نفطي على النظام الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة طرد سفراء النظام من الدول التي لها علاقات معه. ونتيجة لذلك فقد ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3% بعد تلك التصريحات، ومع تكثيف إيران لهجتها ضد إسرائيل، إذ وصلت أسعار الخام إلى 93 دولاراً للبرميل الواحد. وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، فقد أخذت الأسواق النفطية في الاعتبار تزايد المخاطر بعد مقتل المئات من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني في القطاع، ما أدى إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية لكبح جماح الصراع في الشرق الأوسط. ووفقاً لصحيفة بي بي سي نيوز عربي، يقدر الاحتياط النفطي السعودي بنحو 15.7% من الاحتياطي العالمي، وكان متوسط إنتاجها اليومي نحو 12 مليون برميل من النفط يومياً خلال عام 2017، حيث تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، في حين لا يتجاوز الاحتياطي الأمريكي من النفط 50 مليار برميل، أي أقل من 3% من الاحتياطي العالمي. أما من حيث الإنتاج فتأتي في المرتبة الأولى عالمياً، ولكن رغم إنتاجها الضخم فإنها تستورد النفط من الخارج، إذ لا يلبي إنتاجها حاجتها النفطية. وبناء عليه تبقى السعودية الذراع الأقوى في قلب الموازين، إذ أنها المصدر الأول للولايات المتحدة وباقي الدول التي يعتمد اقتصادها وإنتاجها على استيراد النفط السعودي. إلا أن مصدرا من أوبيك بلس أكدا لرويترز، أوبيك ليست منظمة سياسية، وبناء عليه إن المجموعة لا تعتزم اتخاذ أي إجراء فوري استجابة للدعوة الإيرانية.